السلام عليكم الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو إن شاء الله كما كتقرأوا في العنوان غنتكلموا على الشروط أو الوثائق اللي كتطلب لكم القنصلية بالنسبة للناس اللي غيدفعوا التأشيرة ديال التكوين المهني. الناس اللي غيدفعوا فيزا أو سبيلدون، هادو هما الوثائق اللي كتطلب لكم القنصلية. دابا قلبتوا على الشركه، لقيتوا الشركه، صيفطوا لها الوثائق اللي طلبت منكم، خديتوا عقد ديال التكوين المهني من عند الشركه اللي غدير لكم التكوين المهني. دابا كتجي المرحله ديال انكم تدفعوا طلب ديال التاشيره للقنصليه الالمانيه. شنو هما الاوراق اللي غتحتاجوا للقنصليه الالمانيه؟ هما هادو جميع الاوراق غنهضروا عليهم دابا كاملين، هما كما كتشوفوهم باللغه الالمانيه، كاينين وقيله باللغه الفرنسيه كتلقاوهم، المهم غنشرحوهم ورقه بورقه شنو غتحتاجوا. اول حاجه غنجيو لهنايا الفوق لهاد الالغمان اونتا لاغن، يعني الوثائق العامه اللي كيحتاجها اي واحد غيدفع يدفع طلب ديال التاشيره لعند القنصليه الالمانيه بالرباط. كلهم غيحتاجوا هاد اربع هاد الاوراق ولا خمسه ديال الاوراق، هادو كيحتاجهم اي واحد. عاد كيجيو الاوراق اخرين اللي كيكونوا خاصه على حساب الحالات، كتكون على حساب الحاله ولا على نوع، على حساب نوع التاشيره كتحتاج اوراق خاصين. اما هادو هما كيكونوا لاي واحد، اي واحد كيدفع هاد الاوراق هادو. شنو هما هاد الاوراق؟ هاد الخمسه الاوراق هما اول حاجه هي جوج ديال الطلبات، هذيك السماره كتعمروها جوج مرات، هي فيها اربعه ديال الاوراق، فيها اربعه ديال الورقات، بحال اربعه الورقات وهما جوج مرات كتعمروها جوج مرات ماشي غير وحده، يعني ثمانيه الاوراق في التوتال. ها هي الفيزوم انتراكس فورمولا، هي هذه. انا غنحط لكم اللين ديالها تحت من الفيديو، غتكليكو عليه غتدخلوا نيشان تيليشارجيوها، ويمكن لكم ديك الساعه انكم تامبريميوها وتعمروها. كتيليشارجيوها جوج مرات، هما كيما قلت لكم طالب واحد راه فيه اربعه الاوراق، نتوما غديروا جوج طلبات غتعمروهم يعني بثمانيه الاوراق جوج مرات هادوك. وهنايا كتحتاجوا ثلاثه ديال التصاور اللي يكونوا باقيين جداد. هنا كتحتاجوا لاكارت ناسيونال ديالكم، البطاقه التعريف الوطنيه، كتحتاجوا ضروري الاوريجينال تكون عندكم، وعاد كديروا فوتوكوبي جوج مرات، جوج نسخ. والباسبور هو كتحتاجوه، الباسبور اقل حاجه يكون صالح لمده ديال 6 شهور، النهار اللي غتدفعوا، النهار اللي غتمشيو غتدفعوا طلب ديال التاشيره يكون من داك النهار صالح مازال ل 6 شهور، لانه الا كان صالح غير 3 شهور ولا شهرين، ممكن انه في ديك 3 شهور ولا شهرين يكون باقا الفيزا ما خرجتش، باقا التاشيره ما خرجتش ليكم، ويكون الباسبور سالي ديك الساعه غتلقاو مشكل. لهذا هما كيتفاداو هذا المشكل باش كيقول كيكون صالح للمده ديال 6 شهور. ديك الساعه حتى لا تريتمون ديال الفيزا دوز واحد 3 شهور ولا 4 شهور، المهم كتاخذ كتمشي ديك الشهرين تقدر تقادو فيها في المانيا، تقدر تقاد الباس عند القنصليه المغربيه في المانيا. وهنا كتحتاج واحد البريه اللي كتكون صغيره، البريه اللي كيكونوا كيصيفطوا لكم فيها الجواب، الا ما اتصلوا ما قدروش انهم يتصلوا بكم عبر الهاتف، فكيصيفطوا لكم هذه البريه اللي كتكون فيها العنوان ديالكم. ومن طبيعه الحال البريه كتشريو معها حتى هو التنابر، كتشريو التنابر تقريبا شي 30 درهم ولا 40 درهم ديال التنابر اللي كتشريوها باش كيصيفطوا لكم الجواب. دابا غنهبطوا للاوس بيلدونغ. هاي الاوس بيلدونغ هي هذه، نشوفوا الاوراق اللي مطلوبين او الوثائق اللي طالبه القنصليه بالنسبه للاوس بيلدونغ. هنا الفوق كاتب لكم تم تامين بيت على دوكومنت ام اوريجينال اون سلاي فوتوكوبين ميت برينغين، يعني نهار الموعد تجيب معاك كاع لي دوكيمون اللي عندك، جميع الوثائق ام اوريجينال تجيبهم كاملين دوريجين زعما الاصليين، الاوراق الاصليين، وعاد يكونوا جوج نسخ، يعني بحال دابا كما قلنا جواز سفر ضروري ما غيكون عندك الاصلي، وعاد تكون داير ليه جوج مرات فوتوكوبي، يكون عندك جوج نسخ منه. الشواهد بحال اي شهاده تكون عندك الاصليه وجوج نسخ منها، لانهم وحده كيحتفظوا بها، نسخه كتحتفظ بها القنصليه ونسخه كيصيفطوها للمكتب اللي غيكون مسؤول على التاشيره ديالك، اولا المكتب اللي كاين في المدينه اللي انت غتمشي ليها، المكتب ديال الاجانب. هنا طالب لكم السيفي، السيره الذاتيه، يكون على شكل طابلو، يكون على شكل طابلو باش كيكون واضح، كديروا على شكل طابلو السنوات، شنو درتي القرايه ولا هذه ولا درتي التكوين ولا اي حاجه درتي، مهم السيره الذاتيه ديالك تكون على شكل طابلو باش كتكون واضحه مزيان. هنا ناخفايز سو شول ابشلوس اونز جيم فالس بيغات افوكتا اوس بيلدونغ او ذا ستوديوم. هنايا كيطلبوا لكم واحد الشهاده مدرسيه اللي كتبين المستوى
الدراسي ديالكم. هنا اللي الناس كيسولوا بزاف كيقولوا واش الباك ولا ماشي الباك، هنا القنصليه ما طالبش الباك، طالبه لك الشول ابشلوس اللي هي في المانيا كاين بزاف ديال الشول ابشلوس اللي منهم بحال في التاسعه الناس اللي في المانيا كيقراو القسم التاسع كينجح فيه كياخذ واحد الشهاده مدرسيه بحال شكل شهاده بحال اللي عندنا في المغرب حنا شهاده اللي كتكون ديال الباك بحال هكا كياخذوها، ولا في القسم العاشر ايضا كياخذوا شهاده اخرى اللي كتسمى الهوب شول ابشلوس هي شهاده ديال التاسعه، اولا الغيال شول ابشلوس اللي هي الشهاده ديال بحال نقولوا القسم العاشر في المانيا، وعاد كتجي الابيتو اللي هي الباك. وهما هنا ما كاتبينش الابيتو، كاتبين لك الشول ابسلوت يعني الشهاده المدرسيه اولا المستوى الدراسي ديالك. وعاد الا كانت عندك شي كنتي دير شي تكوين مهني، عندك شي ديبلوم تكوين مهني، اولا كنتي درتي الدراسه مشيتي درتي الدراسه لواحد درتي الدراسه بحال دابا ليسونس درتي القانون ولا درتي ليكونومي ولا درتي اي حاجه، وعندك واحد الشهاده اللي انت ناجح فيها بحال دابا الناس اللي مشاو وداروا ليسونس وقراو عام وما كملوش هذوك راه ما عندهم حتى حاجه، ما عندهم ما غيعطيو يعني ما غيعطيو والو. الناس اللي داروا لاوس بيل دونك داروا التكوين المهني وما نجحوش فيه حتى هما ما عندهم ما يعطيو. الناس اللي عندهم شواهد اللي بحال درتي التكوين المهني وخديتي ديبلوم ولا درتي الدراسه في الجامعه وخديتي واحد الشهاده، هذوك هما اللي كتدفعهم من طبيعه الحال كلشي راه كيكون مترجم. هذه النقطه بلا ما نهضروا عليها. هنا ناخ فايز اوبر بغيت اعلان تي فوكنت نسا، هادو هما الناس اللي كيبقاو يسولوا بزاف كيقول لك الفوكنت نسا، كاين اللي كيقول لك خصني يكون عندي ديبلوم في واحد المجال اللي انا باغي ندير فيه اوس بيدون خصني يكون عندي فيه ديبلوم، لا ماشي هكا. هنا فوكنت نسا يعني يكون عندك واحد الدرايه واحد المعلومات واحد المعلومات مسبقه ولا بحال هكا اللي انت خصهم يكونوا عندك في هذا المجال هذا. بحال دابا بزاف الناس اللي كنتي دير في هذا المجال كنتي دير فيه واحد دير فيه واحد تكوين ماشي مشكل تقدر مزيان يكون بالنسبه بالعكس هذا يكون شيء مزيان بالنسبه لك لانك داير في هذاك المجال تكوين وعارف فيه بزاف الحوايج وغتعاود تدفع فيه، هذا غيكون نقطه ايجابيه بالنسبه لك. اما بالنسبه للناس اللي ما دايرينش تكوين ما كاينلاش يمشي يدير تكوين ولا يقرا في شي اكول بريف ولا شي حاجه لمده ديال عامين باش يدفع تكوين مهني. الا كان عندك هو هذاك ما كانش عندك حاول دير غير شي ستاج ولا شي حاجه، ولا واخا ما تكون داير حتى حاجه المهم في ديك لات الموتيفاسيون اللي غيكون عليها غيكون عليها فيديو جديد ان شاء الله غنهضروا فيه على الموتيفاسيون صخايب على هذيك رساله التحفيز اللي كندفعوها في الطلب زايا غنهضروا عليها. وغير في هذه رساله التحفيز يمكن انكم تكتبوا شي حوايج اللي تقدروا تقنعوا القنصليه ان عندكم عندكم واحد الخبره ماشي خبره وعندكم واحد المعلومات زعما على هاد التكوين المهني، لان من الاحسن انهم يكونوا عندكم معلومات ماشي بحال ما تكون عارف حتى حاجه. كما قلنا ندم جوفنشن اوس بين نوكس فاخ كيبيت يعني في هذاك المجال اللي انت غندير فيه تكون المهني يكون عندك واحد الفوكينت نسى اللي هما معلومات معلومات زعما على الدومين. موتيفاسيون شخايبن كما قلنا موتيفاسيون شخايبن هي رساله تحفيز كاي خدمه في المغرب كتدفع لشي خدمه ولا كتدفع فاش كتدفع سميتو كتدفع لشي كونكور ولا اي حاجه كتدفع فضروري ما كتكون واحد رساله تحفيز اللي كتكون مع السي في ديالك مع السيره الذاتيه، ضروري ما كتكون واحد رساله تحفيز. هذيك الحوايج اللي ما كتقدرش تكتبهم في السي في كتكتبهم في رساله تحفيز كتكتب كتبين بزاف ديال الحوايج اللي تخلي هذاك الشخص اللي باغي يخدم عنده الناس انك كتقنعو بانه يخدمك بانك انت راه عندك كتكتب مازال بزاف الحوايج بحال دابا عندك تجربه تكتب تجربه تما تكتب بزاف ديال الحوايج اللي كيكونوا ايجابيه والحوايج اللي كتساعدك على انك تاخذ داك العمل ولا هذاك المنصب اللي مطلوب انك انت اللي تاخده. وهنا الاوسبيل نونس فاتراك اوسبيل نونس فاتراك هي هو سميتو هو عقد التكوين المهني، عقد التكوين المهني هو الاوس بيلونغس فيتخال. هنا الاوس بيلونغس بلان، اوس بيلونغس بلان راه كيكون في الاوس بيلونغس فيتخال راه كيكون في العقد. الاوس بيلونغس بلان شنو هو؟ بحال دابا كيكون كيقول لك الشهرين الاولى غدير هادي الشهرين الثاني، المهم على حساب داك على حساب لو بلان ديال الاوس بيلونغ كيدير. بحال دابا غتكون كتقرا يومين هنا دير في الشركه هنا يوم ثلاث ايام في الشركه يومين تقرا اللغه العام الاول غدير هادي، المهم هادشي كيكون في الاوس بيلونغس فيتخال راه كيكون فيها هاد لو بلون ضروري باش الناس اللي غيديروا التكوين المهني كيكون عارف راسو شنو غيدير في خلال ديك 3 سنين ولا عامين ونص ولا شحال. هنا
وصلنا الالمان لونغ تسو بيغوف شوله. بيغوف شوله هي المدرسه اللي كتكون تقدر فيها الدروس النظريه، لان كما عارفين نتوما كاملين بان التكوين المهني في المانيا ماشي بحال في المغرب، كيكون تكوين اغلبيه الوقت كيكون غير في الشركه، يعني اغلبيه الوقت كتكون كدير البراكتيس، كتكون كتبراتيكي، كتخدم تطبيقي، كتخدم خدمه عاديه بحال اي واحد خدام في ديك الشركه، ومده اقل منها اللي كتكون كدير الدروس النظريه. وبالنسبه للدروس النظريه فالشركه هما اللي كيبقاو بعض الشركات هما اللي كيكونوا كيقيدوا الناس في هاد المدارس. بالنسبه للناس اللي في المانيا فبزاف الشركات اللي كيوريوك المدرسه وانت كتمشي كتقيد فيها بوحدك، لكن الناس اللي في المغرب غيدفعوا من المغرب ولا من اي دوله اخرى، فاكثريه الشركات هما اللي كيبقاو يديروا هذا الشيء، وكيصيفطوا لك واحد التسجيل في واحد المدرسه، لان هذا هو التسجيل المعلوم، التسجيل كيصيفطوا لك التسجيل بانك راك مسجل في هاد المدرسه اللي غتكون كدير فيها الدروس النظريه. هنا الفوغاب سوشتيمون دي بوندس اغونتو في ابايس، هنا كتبيك بين قوسين نيش تسفيغند نوت بينديش. شنو كتعني هاد النوت نيش تسفيغند نوت بينديش؟ هو ماشي ضروري، ماشي انه 100% خاصو يكون، وهاد الفوغاب سوشتيمون هو الموافقه، هو الموافقه ديال البوندس اغونتو في ابايس اللي هي وكاله الشغل في المانيا. هاد وكالة الشغل في ألمانيا هي اللي كتصادق على هاد الشغل هذا، ولا كتعطي عليه بحال نقولوا كتوافق على هاد الشغل هذا، راه الشغل اللي هو هذاك اللي غتخدم فيه، كتشوف الدوسي ديالك، كتشوف الأوس بنوس فاتخا كي دايره وكل شيء، وكتعطيك هاد القبول. ماشي صعيب باش ياخذوه، بزاف الشركات اللي هما اللي كيديروها الناس الا طلبتيها منهم هما اللي كيديروا الطلب ديالو كياخذوه وكيصيفطوه لك مع عقد التكوين المهني. لكن كاين الناس اللي دفعوا بلا هاد الورقه هذه وكانت الفيزا تقبلات لهم الفيزا. المهم غير باش تعرفوا هذا هو بحال نقولوا الموافقه ديال وكاله الشغل في المانيا. هنا كاتب لك ناخ فايزر اوس غايشن دو دويتش كنت نيسه، هنا يعني طلبوا لك، انا طلب لك واحد الشهاده على معارف في اللغه الالمانيه اللي زعما كافيك، معارف كافيه في اللغه الالمانيه. ما قالوش لك واش بي انس، ما قالوش واش بي 2، يعني هادشي علاش كنقول بزاف ديال الناس هادشي كيبقى متعلق بالتكوين المهني. كاين التكوين المهني اللي كتحتاج فيه اللغه بزاف، كاين التكوين المهني ما كتحتاجش فيه اللغه بزاف، واقل نيفو اقل نيفو تدفعوا به هو البي انس. البي واحد هو اقل نيفو، ما يمكنش انك تدفع بشي نيفو اخر اللي اقل منه البي انس. وكنصح الناس انهم يقراو البي 2 ويدفعوا بالبي 2 الا كان عندهم الوقت انهم يقراو، من الاحسن يبقاو يقراو لغه واخا تجيهم واخا يجيهم عقد التكوين المهني يبقاو يقراو اللغه، لانه الا كنتي خديتي البي انز ومشيتي كتقرا البي 2 غتبع للقنصليه بواحد الشهاده بانك راك داخل كتقرا البي 2، وهذا الشيء يقدر يعاونك في القبول ديال الطلب ديالك. هنايا انغابا اوبادي فوق زهنا انت كنت متهدميت، هنا زعما هذا الشيء تقدر تكتبو لهم غير في رساله التحفيز. هاد الطلب هذا ديالهم هو زعما كتعطيهم واحد بحال نقولوا واحد الرؤيه، واحد الرؤيه اللي انت كنت فين المكان ديال السكن ديالك، انت مكان السكن ديالك وزعما الثمن شحال غيكون كيدير. انت تقدر تقول لهم بانك راه قلبتي في ديك المدينه بحال اللي فات كنت، تقول لهم راه قلبتي على السكن تما في لندن، قلبتي عرفتي الثمن ديالو، غتقول لهم الثمن ديالو شحال كيدير ولا هادي، ولا تقول لهم بان راه شي شخص كتعرفو انت ساكن في ديك المدينه كاري واحد البيكي. البيكي كما قلت لكم هو كيكون بحال نقولوا بيت مع الجيران، كيكون شقه وفيها جبيت ولا ثلاثه، كيكون كل واحد ساكن في بيت وعندهم الكوزينه والحمام مشروك. تقدر تقول بحال هكا بان شي شخص غيخرج ولا شي شخص كتعرفو كاين تما عندهم واحد البيت خاوي ولا شي حاجه بحال هكا. ماشي ضروري انك بنادم اللي كيسول انك تكون كاري ولا تجيب لهم كونطرا الكراء، هادشي ما كاينش غير واحد الرؤيه مسبقه، كتكون انت عارف فين غتسكن، عارف فين هادي، والثمن ديال الكراء حتى هو كتكون واخد عليه واحد الفكره. هنا نخبايزه ليبنس اونتا هالت، هنا طالب لكم بانه الناس اللي غيديروا اوس بينو خاص تكون عنده السالير ديالو، زعما السالير ديالو خاصو يكون اقل حاجه هو 800 اورو في الشهر، 800 اورو بغوطو في الشهر هي اللي غتكون اقل حاجه. بالنسبه للناس اللي ما غتكونش عندهم اقل من 800، اللي غتكون عندهم اقل من 800 اورو، هنا طالب لكم ان غابن دغيبه اوب دي اوس بينو بتخيب، يعني واش الشركه ديالكم غتكون كتكلف لكم بالاكل وبالسكن ولا لا.
الا كانت عندك اقل من 800 اورو والشركه كانت غتكلف لك واخا غير بالسكن ماشي بالاكل، تكون غتكلف لك غير بالسكن، راه هذا شيء مزيان، راه يمكن لك انك تدفع ماشي مشكل الا كانت اقل من 800 اورو. هنا لتحت كاتب لكم في حاله كان الصالير قل من 800 اورو، يعني راه خصكم هنا واحد الفيه فليشتونكس اكليرون. فيه فليشتونكس اكليرون هو الضمانه ديال شي شخص هو اللي كيضمنكم بانه يتكلف بالسكن ديالكم ولا بشي حاجه مهم كتكون فيها الضمانه. الشخص اللي غادي لكم الضمانه كيمشي ديك الساعه المكتب الاجانب اللي كاين في المدينه اللي هو فيها وكيطلبوا ليه الوراق اللي غيطلبوا ليه، وديك الساعه كيصيفط لكم هاد الورقه اللي سميتها في فليشتونكس اكليرون ميس انفايز مع الاشاره التكوين المهني اللي غتكونوا نتوما غديروه اودا او نخفايز اوفا دي اوفنونغ اينس بي كونتوس. يعني في هاد في حالات اي ما كانش عندكم كانت قل من 800 اورو في الشهر اللي غيخلصوكم وما كانش شي واحد ما كانش غتخلص لك الشركه ما غتوفرش لكم السكن او الاكل وما كانش شي واحد اللي غادي يدير لكم الضمانه، في هاد الحاله هذه كتبقى لكم الحل الوحيد هو انكم تفتحوا واحد الحساب بلوكي اللي كيكون كتفتحو في المانيا اللي سميتو شبير كونتو اللي هو اللي كتفتحو وكتحط فيه ديك الساعه واحد القدر ديال الفلوس اللي يمكن لك انك يمكن دوك الفلوس انهم يقدوك مع السالار اللي غيكون غتعطيك الشركه. والحاجه اللي بغيت نقول لكم هو ان اغلبيه الشركات واغلبيه ديال المجالات كيخلصوا اكثر من 800 اورو، كيبداو ب 840 820 800 المهم كيبداو اكثريتهم فوق 800 وكيبقاو طالعين كل عام كيطلعوا واحد 50 ولا 80 اورو في الشهر. العام اللي هو بحال ما نقولوا كتكون واحد 870 ولا 850، العام الاخر كتكون 930، بحال هكا العام اللي موراه اكثريتهم كتوصل كتقرب ل 1000 اورو ولا كتكون فايزه 1000 اورو بشويه. المهم كان هذا هو الفيديو الاخوان، هما هادو الوثائق اللي طالبين كما قلنا الوثائق كاملين كيكونوا مترجمين عند مترجم اللي كيكون معترف به من طرف القنصليه. غتدخلوا للسيت اللي غنحط لكم السيت هنا ديال القنصليه اللي غتلقاو فيه المترجمين المحلفين اللي كاينين، ماشي محلفين، اللي معترفه بهم السفاره اللي كاينين في المغرب كامل. كان هذا هو الفيديو الاخوان، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.